أنا الدكتور محمد خليفة، خريج طب أسنان جامعة عين شمس 2020. الحمد لله كانت بدايتي طبربور بالرابع، وآخر شيء استقريت في المدينة الرياضية اللي هي منطقتي اللي أنا ساكن فيها، فتحت فيها عيادة خاصة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور محمد خليفة. بداية أسعد مساك. أهلا وسهلا فيك بأي وقت، ويا مرحبا فيكم كلك زوق. في بداية دكتور محمد، طبعا حضرتك طب وجراحة فم وأسنان، وحضرتك صاحب عيادة خاصة بعمان، صح؟ تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الدكتور محمد خليفة، خريج طب أسنان جامعة عين شمس 2020. الحمد لله كانت بدايتي طبربور بالرابع، وآخر شيء استقريت في المدينة الرياضية اللي هي منطقتي اللي أنا ساكن فيها، فتحت فيها عيادة خاصة والحمد لله فيها، يعني مرتاح فيها الحمد لله. بالتوفيق. بس تعرفني دكتور أكثر على العيادة، إيش هي أهم الخدمات اللي أنت عم بتقدمها هون عندك بعيادتك؟ هون إحنا عنا بالعيادة نقدم خدمات اللي هي العلاج العادي، علاج الأسنان، تجميل الأسنان، سواء تلبيسات زيركون، فينير، قص لثة، وبنعمل كمان عملية زراعات للثة لتعويض الأسنان المفقودة. نعم، بس إيش سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ هو كان يعني سر التميز إنه بالمطالعة الدائمة والدورات اللي كنت دائما أخذها مع البروفيسورات الكبار شوي بالعمر. نعم. وكنت دائما أسافر على مصر عشان أخذ دورات في مجال الأسنان كامل. ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا طب الأسنان بالأردن؟ تطور كثير، يعني التطور كان كثير ملحوظ، والأجهزة عن طريق الأجهزة، عن طريق المواد، عن طريق الوقت، الوقت العلاج، هذا كله الأجهزة ساهمت فيه، وتطورات والتكنولوجيا كثير ساهمت في طب الأسنان. نعم، بس أصلا دكتور تشرح لنا عن الفرق بين الزيركون والفينير. هلأ الفرق بين الزيركون والفينير هو تغطية السن، يعني مثلاً الزيركون مثلاً بغطي السن كامل 360 درجة بالفحل السن، الفينير مرات بغطي السن قشور من قدام وجزء من وراء. بس الفرق هو بينهم أنا بحدده كطبيب إنه هذا المريض بده زيركون ولا بده فينير، لأنه الفينير بحتاج إنه السن سطح السن يكون صحي، يعني ما في حشوات، عنده مشكلة بس إنه كصبغة، يعني السن مصبوغ لونه أصفر بده يحوله لأبيض، بس إذا السن كان فيه حشوات مكسر كذا ما بزبط فينير، فبنحاول الى الزيركون اللي هي كامله، تعويضات كامله. شو بتحب توجه نصيحه للشباب وخصوصا المقبلين على دراسه طب الاسنان؟ الشباب، هو اهم نصيحه للشباب بهذا الوقت بهذا الزمن هي الطموح. لا تيأس، في كثير محبطين، في كثير الناس حواليك ممكن يحبطوك، ممكن يحكي لك ما بدك اياه، في دكاتره كثير، في كذا، في عيادات كثير. دائما خليك طموح بتوصل. وطب الأسنان مهما كان عددهم كبير ومهما كانوا كثار، يعني بس الحمد لله، يعني إذا تميزت راح تشتغل وراح تنعرف، هي الفكرة بالتميز. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بالصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ سيدنا أبو حسين، أول شيء يعني هو دائما داعم للشباب، وحتى كان من الدكاترة اللي درست في خارج الوطن، يعني كانت كأردن يطلع برا خارج الوطن يدرس كجواز سفر كان كثير إشي قوي إنه، وكان دائما بنلاقي حالنا غير عن باقي الدول العربية. فكل الشكر والتقدير والعزة والاحترام لصاحب الجلالة وللجواز الأردني. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع اللي وصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا. أكيد. فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أكيد أكيد الأهل كانوا أكبر داعمين من أول المشوار لنهايته، ولحد الآن كمان الأهل كانوا داعمين يعني قلبا وقالبا من أول المشوار ولحد الآن بدعموا الحمد لله. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكان العيادة، وأصلاً شو هي صفحاتك أو طرق التواصل معك؟ إحنا لنا صفحة باسم دكتور محمد خليفة على الفيسبوك وعلى الانستغرام. عيادتنا هي بالمدينة الرياضية، قرب الدوار المدينة الرياضية نفسه، وعندنا خدمتنا إنه العيادة شغالة 24 ساعة حتى بما ضمنهم طوارئ أسنان،
والرقم هو موجود على الصفحة، رقم واللوكيشن تاع العيادة. شكرا لك. يا اهلا وسهلا فيك. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر الدكتور محمد على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك. يا اهلا وسهلا فيك. كل التوفيق.